تقاتل القوات المشتركة العراقية على ثلاثة محاور في الموصل القديمة، آخر معاقد تنظيم داعش وقلعته الحصينة. قتال يصفه عسكريون بالشرس دخل أسبوعه الثاني. في الجهة الشمالية الغربية يقاتل جهاز مكافحة الإرهاب، مهمة ليست بالسهلة مع ضيق الأزقة وتهالك جدران الأحياء القديمة. استطاع خلالها السيطرة على منطقة الفاروق الأولى، فيما ظل جامع النوري وما تبقى من منارة الحدباء بيد داعش، إضافة إلى السيطرة على محلة الساعة والمشاهدة. وعلى الرغم من إعلان استعادة منطقة خزرج، فإن مصادر محلية تؤكد تواصل القتال فيها. الآن كل المحاور الثلاثة أصبحت على خط واحد، وتحديدا على شارع الفاروق. المحور الجنوبي الغربي هو الآخر، يشهد معارك كر وفر بين قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع ضد عناصر داعش، مع تقدم بطيء نسبيا نتج عنه استعادة منطقة باب البيض، في حين تبقى الأنباء متضاربة حول السيطرة على منطقة باب لقش. وما يزال الركود سيد الموقف في الجانب الشمالي للمدينة القديمة، حيث لم تحرز قوات الجيش متمثلة بالفرقة المدرعة التاسعة أي تقدم منذ أسبوع، واكتفت بالوقوف عند حي الشفاء على الرغم من أن المجمع الطبي باق تحت سيطرة داعش. وبينما تخوض القوات الأمنية آخر فصول معركة الموصل التي شارفت على دخول شهرها التاسع، يبقى التساؤل الأهم: متى ستنتهي المعركة؟ وكيف سيكون المشهد العام للمدينة بعدها؟